احنا اليوم بصدد تأسيس جمعية ديال الصحة النفسية، المواكبة ديال الصحة النفسية، مشكورين كل من قدم لنا يد المساعدة من أجل إنجاح هذا العمل هذا، لا من سلطات محلية، لا من يعني الناس ديال الشأن المحلي، كذلك الشكر الخالص للصحافة الوطنية، كذلك لكل من ساهم من قريب أو من بعيد من أجل إنجاح هذا الجمع العام التأسيسي لجمعية كنظن أنا الأولى من نوعها بتراب عملت مقاطعة عين الشق، والتي سوف تهتم بالصحة النفسية للمواطن ومواكبة الحالات النفسية. احنا يعني غادي يكونوا معنا إن شاء الله متخصصين في الميدان، غيكونوا معنا أطباء إكلينيكيين، غيكونوا معنا أطباء في علم النفس الاجتماعي، غيكونوا معنا أطباء من جميع التخصصات ديال علم النفس، معنا كذلك داخل مكتب دكتورة اللي عندها تجربة ميدانية كبيرة، الدكتورة خوخي فاطنة اللي من الدكاترة اللي الأكفاء اللي كنعولوا عليهم ميدانيا، كذلك معنا واحد المجموعة ديال الكفاءات اللي في التربية والتعليم وديال صعوبات التعلم اللي هما عندهم كذلك تجربة في الميدان، عندهم تكوين في الميدان. احنا اليوم هذه الجمعية ما جاتش من فراغ، جات نظرا لمجموعة من يعني الضغوطات النفسية اللي كيعرفها المواطن المغربي نتيجة هذه العولمة الجديدة، نتيجة هذه الحياة الجديدة اللي أصبحنا نعيش. غادي تطرح عليا سؤال تقول لي علاش عين الشق بالذات؟ اولا لانها هي مسقط الراس، لاننا احنا كنتواجدوا كجمعيه كمجتمع مدني بتراب عملات مقاطعه عين الشق، يعني هذا ما كانش بالنسبه لنا احنا اللي كان الاقرب الى المواطن، الاقرب الى المشاكل اللي كنشوفوا. اصبحنا اليوم كنشوفوا في الاحياء ديالنا شباب ضائعين، شباب اللي كيعانيوا من ضغوطات نفسيه، شباب اللي كيتجهوا للانتحار، كيعانيوا من الاكتئاب، كيعانيوا من عده مشاكل نفسيه اللي اصبح يعني اصبحنا هذا الشيء اصبح يؤرق العائلات وكاهل العائلات اللي كنعرفوها عائلات متوسطه، عائلات تعاني كذلك من الفقر والهشاشه والاقصاء الاجتماعي. فكان لزاما علينا ان نحن نتحركوا كمجتمع مدني، كطلبه ديال علم النفس، كفعاليات ديال المجتمع المدني المحلي، من اجل خلق هذه الجمعيه اللي كنتمنوا لها النجاح ان شاء الله. جد مسرورة أني غنكون إن شاء الله عضوة في هذه الجمعية، هذه جمعية كرامة لمرضى النفسانيين، لأن هذه واحد الفكرة كانت كتخرج الفكر ديالي، وكنت ديما كنفكر لو كان شي جمعية نتعاونوا فيها ونساعدوا هاد الناس هذول، وخصوصا الأسر ديالهم اللي كتكون عندهم معاناة أكثر في ظل هاد المشاكل اللي كاينة. قبل ما نقول هاد على المشاكل اللي كنعيشوها في العصر الحالي وخصوصا في هذا الوقت هذا، كاينه ضغوطات نفسيه كثيره، وكل واحد كيفاش كيتحملها، لهذا العلاج والتتبع والتواصل معه والمواكبه كتكون على حسب الحالات وعلى حسب كيفاش الانسان كيستقبلها، كيفاش دايره التكوينه ديالو البيئيه، شنو كيعيش. يعني ما عندناش واحد حلول زعما مسطره موجوده على كل مريض، كل مريض نفسي الا وعنده مجموعه من حالات مرض نفسي، ماشي غير الضغوطات النفسيه هي اللي غادي تخليه يعاني من داك المشكل. كاين مشكل بيئي، كاين اسري، كاين في العمل، كاين مع الاصدقاء، كاين هو راضي على الوضع ديالو او ما راضيش، خصوصا ان دابا ولات عندنا تطلعات اكثر واحلام كنبغيو نحققوها اكثر من الاستطاعه ديالنا، اكثر من زعما داكشي اللي عندنا. لهذا انا كنقول بان عدم الرضا عن الوضع الحالي، وعدم الرضا عن النفس، وعدم الرضا عن على بزاف الحوايج هي اللي كتخلي الانسان يعاني من هذه الامراض النفسيه، خصوصا الا ما لقاش شي حد اللي يعاونو ويساعدو ويخليه يحس ويعرف بان راه كل زعما هاد الضغوطات هذه راه ممكن انه بالتقويه الذاتيه ديالو، بالمهارات اللي غادي اللي كان حنا ان شاء الله غادي نوصلوها ليه، ممكن انه يتاقلم ويواكب، لان هاد العناصر البيئيه والخارجيه ديما كاينه، يعني خصنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا معها ونعرفوا كيفاش اننا نخرجوا منها باقل الاضرار.